احنا جبنا الثلاث حاجات ما لمسناش حاجه. So it should see now. Let's see. What? The free option. What? إيكي إكسبرس في دولة ليتوانيا أحدث وأسرع سوبر ماركت في العالم، ما فيهوش عامل واحد، كله أوتوماتيك، تدخل تاخد اللي انت عايزه ولا بتعمل سكان ولا بتدوس على أي حاجة تماما، وهو بيعرف انت واخد ايه بالظبط وبيحاسبك عليه أوتوماتيك. العالم بجد تدور بشكل رهيب، أنا مش مصدق عينيا. أنا بيقول لكم في فيديو جديد النهاردة، احنا في فيلنس عاصمة ليتوانيا. صديقتي أكفيلة جايباني هنا عشان بتقولي ان عندهم تكنولوجيا هتغير معنى الشوبينج في العالم كله. عندهم شباب ليتواني عملوا بروجرامينج، عملوا برمجة للسوبر ماركت اللي ورانا ده. في حاجة غريبة جدا بتقولي ان هي بجد هتغير مفهوم الشوبينج في العالم كله. ابتدى دلوقتي يجيلهم كاستمرز، ابتدى يجيلهم زباين من جميع انحاء العالم، ان هم عايزين ياخدوا التكنولوجيا دي ويطبقوها في بلاد كتيرة جدا في العالم عشان السوبر ماركتات تتغير تماما. تدخل جوه هتاخد اللي انت عايزه، تاخد اللي انت عايزه من غير ما تعمل سكاننج وتعمل اي حاجه، وتطلع من الباب يقول لك في الاخر انت جبت ده وده وده وده، شكرا سلام، من غير ما احط حتى كارتك تاني او اي حاجه، خلاص كده انت خلصت. انا برضو مش فاهمها، فتعال ندخل جوه ونشوف الموضوع ده عامل ازاي. اغرب تجربه شراء من سوبر ماركت في العالم. دخلنا جوه المحل وهنشوف ازاي. انا مش شايف ولا عامل، انا شايف زباين في المحل ولكن مش شايف ولا عامل في المحل ده. شوف السحر بتيجي ازاي. So what will happen here? Yeah, so the first step is to have a card, so a bank card, the physical one, or either in your phone as I have it, and you just have to put it here wireless and it opens up. Yeah. اول حاجه انا كده هيبقى معاك كارت بنك عادي او كارت بنك على الموبايل بتاعك، هتلمسه هنا وتدخل المحل. اوكي، ليتس دو ات. Let's try the one in the phone. Let's okay. see if it works. اوكي، دخلنا بالكارت جوه المحل بالتليفون. And then. So you can see all the products that you want to choose, the frozen ones, the ones that are not in the fridge. شايفين في كل حاجة، حاجات مجمدة، حاجات حاجة ساقعة، شوكولاتات، كل حاجة موجودة هنا، مية، عصير، حاجة ساقعة، كريمات بتاع. So it have a lot of different things. Yeah, and actually it's very good whenever you have to grab something very, you know, rapidly whenever you're at work and a lunch break. They have like salads, sandwiches, water. If you run out of the toilet paper or toothpaste, so they have it here. يقول لك عندهم كل حاجة. لو أنت مخلص شغلك أو في نص شغلك عايز تأكل حاجة سريعة، عايز تشرب قهوة، عايز تاخد مثلا فستق، عايز تاخد سلطة، عندهم كل حاجة هنا، حتى المناديل بتاعة التواليت موجودة عندهم هنا. So how it work? So yeah, you just choose anything what you want. So let's try. You choose it. Okay. So let's say we take one holes. Yeah. Okay. Okay. اخذنا هنا واحد holes and then we take one. Let's take something difficult. Here. Like one Kinder. Okay. Yeah. And then let's go then to the. Or do you want to pick something else? Yeah, let's go from far away. عايز اعرف يا جماعه، انا جبت واحد هولز واحد كيندر ونشوف في ايه تاني هنا ممكن يكون موجود. واحد ده. واحد ماجي. Yeah. Are you also here? Like getting things? Yes. Yes. Yes, I see you're recording. Is it easy or they will just let us pay more? Hopefully we will just have to pay for what we are getting. Yeah. That's the idea. Okay. هتروح ما اعرفش جاي عشان سوبر جلو. وهتمشي هتحطه برضه هتمشي مفيش مشكلة. And it never made a mistake. No, shouldn't be. Wow. All right. احنا جبنا الثلاث حاجات ما لمسناش حاجة. So it should see now. Let's see. What? The free option. What? كاتبين لنا هولز ونفس النوع، كاتبين لنا كيندر، وكاتبين لنا الماجي اللي احنا عاملينه من غير ما نكتب، من غير ما نسكان حاجه، احنا جبناهم نعرف هنا موجودين. So all we have to do is just pay with the card. You just press the button and that's it. واو، شفتوا يا جماعه دي من غير ما نلمس اي حاجه. واو. So let's try something else. هنفكر بقى التفكير المصري، المخ المصري لما بيشتغل ويحاول ان هو يعني هلوس كده. So what if a person will come here and take two Lindt chocolate. Okay. هو الشوكولاته كده احنا خدناها مع بعض، هما اتنين. لو الكاميرات زي ما بيقولوا هي اللي بتاخد، المفروض هيشوفها انها واحده مش اتنين. تعال نشوف.
man, it's two or one? It's two, you know, it's in the brackets. Two. Okay. So يا أولاد الذين أخذ شوف أنا أخذت الباكو كده حسب إن هو اتنين يا جماعة ما حسبش إن هو واحدة هو عارف إن هو واحدة كده دول اتنين واو هو ده هنا أصلا مش مكانها دي حاجة تبع الأناناس هيحسب علينا إيه؟ إزاي هيعرف إن أنا شلت حاجة تانية This is crazy. طب انا شلتها مش من مكانها اصلا يعني انا شلت الشوكولاته دي مش من مكانها طلعت ان هي جابت الشوكولاته واو تفكير الاجرامي الثاني طيب لو احنا دخلنا المحل ده ومعانا حاجه نفس الوزن احنا وزنينها ان هي نفس الوزن بتاع حاجه من الحاجات دي هل لو حطينا دي بدل دي عشان الناس بتقول ده بالوزن هينفع نضحك عليه ونطلع من غيرها ولا لا هنشيل دي ناخد عمنا الكمبوشه دي كومبوشا ونحط دي مكانها اوكي اهو هو اوريدي عرف كده شيلنا دي مش هيحسب ان احنا خدنا مرتين اهو شيلنا دي مش هيحسب ان احنا خدنا مرتين هي واحده فقط لا غير تاني الجامد جدا ان احنا دخلنا ثلاثه انا وهي والمصور تمام انا جبت الشوكولاته وانا معيش كارت دفع عليها وهي جبت المايه المصور دلوقتي لو جاب حاجه هيتحسب علينا هنا مش هيتحسب على اي زبون تاني هيتحسب برضو على عليها على الكارت بتاعها نجرب كده اهو المصور جاب شوكولاته لاين اتحسبت علينا وريهم كده اهو اتحسبت علينا ان هو الثلاثه محسوبين على كارتها هي واو واو نرجعها تاني المصور رجع هتتشال من هنا اتشالت من هنا يا جماعه حاجه بجد تكنولوجيا جامده جدا انا مش مصدق نفسي اقسم بالله I really can't believe my eyes it's really amazing البنت في الاخر ولا اخذت الفستق ولا اخذت السوبر جلو وعايزه تمشي لوحدها من غير اي حاجه فهنشوف هل هيفتحوا لها الباب ولا هيلبسوها ان هي اخذت حاجه You think they will stop you or they will just let me go okay we'll see لو واحده ماشيه طلع لها بس ان هي ما خدتش حاجه يا جماعه وفتحوا لها الباب مع السلامه اتفضلي يو كان ليف واو ثانك يو تشاو واو سو كان يو تيل مي واتس ذا سيكريت بيهايند ذس تكنولوجي انا عايز اعرف بجد السر ده فين I think that's the cameras that you can find over there and the sensors that they have in every shelf. The sensors اللي موجودة في الأرفف والكاميرات اللي موجودة في كل حتة في المحل هي السر بتاع كده. From the time you enter, you get tracked and they check by technology how you do this and that's it. Yeah, they follow you. واو بيقول لك الكاميرات موجودة في كل حتة هم من أول ما تدخل بيعرفوك بيكوجنايزوك أنت مين وطبعا بالتكنولوجيا الرهيبة والبرمجة العظيمة بيعرفوا بالظبط أنت خدت إيه وفين ورايح فين ومين مع مين ومين مش مع مين وشايفين كل حاجة عشان كده البنت لما طلعت معهاش حاجة خلاص مش هلبسوها حاجة احنا جبنا حاجات هندفعها اللي ما جابش ما يدفعش لو مجموعة داخلة عادي جدا واحد فيهم اشترى حاجة واحدة والخمسة الستة العشرة اللي معاه ما اشتروش حاجة هيدفعوا بس حاجة واحدة لو العشرة معاه كل واحد فيهم اخد حاجتين هيدفعوا العشرين حاجة وهم ماشيين حاجة بجد جامدة جدا It's super interesting اتمنى يكون الفيديو عجبكم تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك هجاجبي تعملوا فولو ولايك وصفحتنا الرسمية على اليوتيوب هجاجبي تعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم فيديوهاتنا جديدة اول باول صفحتي على الانستجرام هجاجبي فيها صور فيديوهات حصرية مش موجودة في اي حتة تانية صفحتي على التيك توك هجاجوبيتش فيها فيديوهات جديدة هتعجبكم جدا اشوفكم على خير بإذن الله في حتة تانية كتيرة جدا احمد هجاجوبيتش سلام باي باي.